أحب أعرفكم ببعض، الأديب إحسان الدهشوري والشاعر عصام الفخ. أيوة. اللي جنبك هو ده، مفيش غيره، مفيش حد تاني. أنا سعيد جدا بتشرفكم لمعرضي النهاردة يا جماعة، متشكر إنكم لبيتم الدعوة. ما كانش ممكن أبدا نعرف إن في معرض للمبدع صلاح النمساوي وما نحضروش. أنت مبدع، طلقة فنية منطلقة في الفراغ السرمدي. لا 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 يا إحسان، لا لا أرجوك، أنت الفنان، أنت الإنسان، أنت الحيوان على وضعك. أشكرك على الإطراء ده. لا، تسمحوا لي نبدأ مع بعض جولتنا في لوحات النهاردة. أرجوك أرجوك، دي اللوحة الأولى اللي عايز أكلمكم عنها، سميتها بقعة الكاتشب. اللوحة دي استغرقت مني شغل أكتر من ساعة ونص، من ساعة ما طلبت الأوردر لغاية ما جالي سندوتش البنيه، لغاية ما حطيت عليه الكاتشب وأكلته. بجسد فيها معاناة كل جعان وقع منه الكاتشب بتاعه وخسر سندوتشه. يا صلاح، انت حطيت ايدك ولمست. انا اسف. لا مش قصدي، انا قصدي ان انت حطيت ايدك ولمست الاشكاليه. انا طرحت الاشكاليه دي في روايتي الاخيره حقول الجرجير. ودي كانت بتناقش الهلع الاستغراقي ومقارنته بحياه الانسان وتطورها من جذور الجرجير حتى زعازيعه وفروعه. الروايه دي حققت اعلى مبيعات في سوق العبور في معرض الكتاب الاخير. انت بتهزر يا احسان؟ حقول الجرجير الروايه دي انا قريتها وهي لسه طازه بورقها كده ومبرعشه. ماله فيه؟ ايه ده ايه ده؟ لا لا لا، عصام انفعل باللحظه، ابعد عنه، ابعد، انفعل باللحظه. لا لا عادي، سيبه. هصب الشاي، تعال اشرب. وخد بالك مفيش سكر. فهات وياك كيسين كاتشب. نقول كمان، يا ريت. ارجوك نقول كمان. افهم بس، هصب الشاي تعال اشرب. وخد بالك مفيش سكر. وهات لي معاك باكت كاتشب، يسيل الكاتشب على فراخي. اكله واتمزج قبل ما انام. الله الله، يا انا الله. مش فاهم، مش مصدق. ولا انا، انا مش فاهم برضو ده بجد. ازاي جايب المعاناه المستنيره دي؟ بتجيبها منين؟ من عند البقاء؟ لا حول الله. اسمحوا لي ننتقل للوحه الثانيه. اللوحه دي انا سميتها طائر المسترده. اللوحه دي طلعت مني في لحظه ضغطي على علبه المسترده البلاستيك، والمسترده ناشفه في البسبوز. عارف انت البسبوز اللي في الاول ده؟ ناشفة بشكل قاسي. ضغطت على العلبة، طارت المستردة، حلقت فوق اللوحة دي. بقت اللوحة مورقة زي الشجرة، والمستردة زي الطائر، أو زي الحاجات اللي بتبقى جاية من الطائر. أيوة، علشان كده أنا بحبها جدا. ومن ساعتها الحموضة والأنتنال هم رفقائي في مرسمي وأصدقائي في قديم الحياة. بجد أنا مندهش ومش مصدق إن ده حقيقي وواقع حالي. انت ازاي قدرت تعبر عن معاناة المستردة وخروجها من البزبوز المثلث الضيق في فوهة العلبة؟ ازاي؟ ولا ايه؟ ولا ايه يا عصام؟ مانيش راضي. ليه؟ مانيش راضي ولا هرضى. لا ده بيقول شعر عادي. مانيش راضي ولا هرضى الا برغيف عايش من ابو ردة. محلية دي، محلية. حط فيه الكبدة من الغالي. وحط عليها مستردة، حط عليها مستردة. انا جعان. يا هو زود المستردة شوية، هو لحوس الدنيا خلانا محلقين اكتر ما احنا محلقين. انا حاسس ان انا في انشوجة انشودة من الابداع احنا صراحة مش هنشوف ابداع تاني ليه؟ ارجوك ممكن ننتقل للوحة اللي بعد كده. مفيش شك ان دي من اصدق اعمالي، طنين الكون. النقطة اللي انتوا شايفينها في ركن اللوحة البعيد اللي هناك دي، دي بتمثل انتصار بالنسبة لي. ليلة كاملة بحاول افعص الناموسة دي بأي شكل. اللي انتوا شايفينه يا حضرات ده دمي، دمي انا، انا 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 اتلسعت جامد طول الليل عشان اوصل للحظة دي. جسدت فيها كل الآلام وكل المعاناة لكل قرصه قرصتها في حياتي في حتت وما قدرتش اهرش. ناموس غلوس، ارجوك، بسنان ودروس. جرسني وطار، العجل احتار. دفعت فلوس وجيت مخصوص، حبيبي لقيته مفعوص على اللوحه. الله على اللوحه. الله، مفعوص على اللوحه. انا بجد عشان اكتب
حاجة شبه اللي انت عاملها دي ألفت رواية تقريبا من 600 صفحة عشان اشرح بس ازاي واحد عايز يقرش في الحتة دي اللي اتقرص فيها. كان اسمها حقول البقدونس بكسر البق. انت متهزر يا احسان؟ حقول البقدونس دي انا من كتر ما هي صدقة لحقتها من ايد المدام وهي بتحطها على السلطة. لا يعني كانت شيء عظيم. ارجوك يا صلاح ما تديش رواياتي لمراتك تاني. لا انا احسن ما اديها للولاد، انت عارف ممكن يعملوا فيها ايه. ما تقول لنا رواية دلوقتي ولا حاجة. طيب تعالى ننتقل للوحة اللي هي فعلا من احب الاعمال لقلبي. ده ابهار. لا 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 ده الشباك. لا لا ده الشباك ودي الحيطه. معلش يا جماعه معلش يا شباب، دي اللوحه اللي انتوا شايفينها دلوقتي، هي دي الثلاث ورقات دول. دول ثلاث ورقات كانسون من سمير وعلي عادي جدا، لا في حاجه اتفعصت فيهم ولا حاجه وقعت عليهم حتى. دول بيعبروا عن لحظه الفراغ الوجداني، اللحظات اللي انا ما بعملش فيها اي حاجه، ببقى نايم فيها مثلا او خارج بره. علشان كده لما بشوفهم بحس بالصفاء. بس انا شايف فيهم حاجة مختلفة. ايه يا احسان؟ ارجوك لان انا حاسس بس مش عارف. تحس ان هما لما تبص لهم ان هما لسه مرسومين حالا. فيهم تزاقة كده، تزاقة. ايوة انا فعلا حطيت فيهم تزاقتي، وانا يا رب اقول تزاقتي فين. هي دي تزاقتك اللي فوق؟ لا مش بالظبط، هي اغمق من كده بس يعني حسيت اني شبهها. قوي قوي قوي. ثلاث ورقات وبضع. فعلا نورتونا يا اصدقائي، انا حاسس ان انا طاير في عمق الفن والابداع. علشان كده نفسي انتوا بالذات دونا عن كل المبدعين معارفي انكم تقتنوا اعمالي بالذات، وهي اسعارها ولا حاجه. يعني عندك مثلا الكاتشب والمستردة كل واحده 500,000، طنين الكوم عشان دي اتفعصت وفيها دمي 750,000، الثلاث ورقات الورقه ب 400,000، وبالصلاه على النبي لو خدت الثلاثه مع بعض اديهولكم بمليون. مليون بس؟ لا سعر زهيد قصاد الابداع اللي حاصل. طبعا. بس انا عندي مشكله، ما اقدرش احبس الفن بين اربع حيطان. لا احبسه. هو انا ممكن احبسه في حاله لو كان هديه، كادو يعني. هديه؟ انا ممكن اديك قصيده شعريه قدام لوحه من اللوحات هديه. يعني ايه هديه؟ انا مش فاهم. انت يا ابني انت هو مش لسه قابضين؟ انت في ايه؟ انت مش بتاخد حاجات تترجمها تعملها روايات وتبيعها افلام، وانت بتقعد تكتب كلام هلس وتبيعه اغاني للي يسوى واللي ما يسواش، وتقول الفن محبوس؟ الفن مش محبوس ولا يندفع له فلوس، لا مستردة ولا ناموس. ان كان الورق فاضي هيندفع له فلوس. لا 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 هيندفع له فلوس. بس بس بس, بس, بس انت هتعيش علينا بالكلمتين دول؟ ما يندفعش فيه فلوس ليه يا حبيبي؟ هو الكلام الفارغ اللي انت بتقوله دلوقتي ده اللي يستاهل مليم؟ عليك اللي فارغ. لا 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 ثواني، ما انت بتتكلم على الشعر بتاعه. لا معلش ما تقولش على اللي هو بيكتبه ده شعر، ده هلس. انا معاك في النقطه دي، لكن حقيقه الامر بقى شويه البقع اللي انت عاملها لنا دي وعاملها لي في براويز وتيجي تقول لي ده ابداع. لا بص على المعاناة الإبداعية في كتابة الرواية، كفاية حقول البقدونس لوحدها. يا عم تنيل، انت فاكر حقول الجرجير ورق البقدونس ده اللي انت شوية الخضرة اللي انت داير بيهم دول أدب؟ دول قلة أدب. كلتهم انت مأكل الناس كلها الأوانطة، سواء كنت انت ولا بتاع الغربة والتنهيدة ده. بص التنهيدة، بص التنهيدة. هجيب له من الاخر. هات. انت جايب لي لوحه ومفعص لي فيها كاتشب وقلنا ماشي، التانيه فعصت فيها المسترد وقلنا عادي. تيجي للناموسه الغلبانه تروح فعصها في الحيطه وايدك متوسخه، تعمل لي ثلاث لوحات فاضيه تقول لي ابداع. معلش عايز تتكلم اتكلم على الكلام الركيك اللي هو بيعمله كشعر، لكن انا تقف انتباه قدام الكينونه الادبيه. لا يا حبيبي الكينونه دي تبقى خالتك. لا معلش والله. لا ما حبيبي عارفين انت وهو بتسرقوا منين. معلش. لا 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 انتوا حراميه واحنا فاهمينكم كويس. كل ده نصب يا حبيبي. لا اسمحوا لي بقى اقول لكم ان انا ضيعت وقت السمين في عبثيه. لا الميتافيزيقا. ميتافيزيقا؟ انت بيقول لي ميتافيزيقا؟ انا هرد عليه، انا هرش. رد عليه. انت عارف انت عباره عن ايه؟ انت فقاعه غازيه اكبر. خرجت منين؟ لا 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 هوضح لك. لا ارجوك. من احشاء اللامنتهى، ومش عايز اقول لك ده معناه ايه اكتر من كده. لا منتهى معروفه، معروفه ما تفسرش. احشاء لا منتهى يا شويه طحالب في مستنقع الابداع. والله العظيم لميت. انا هضربك على كينونتك بقى. وسع لي كده. لا معلش انا هضربك على تزاقتك. يا ابني احنا بقالنا 3 شهور بندور لك على عمق يا اللي من غير عمق.